نجحت قوات الأمن في إعادة طفل مختطف بمحافظة الشرقية إلى أسرته سالما، وتم ضبط مرتكبي الواقعة. هذه الفرحة الكبيرة لأهالي قرية المحمودية بالشرقية أمام مركز شرطة هيهيا هي بعودة طفل مختطف بعد أقل من 24 ساعة من بلاغ اختطافه. الكل يعبر عن فرحته بعد نجاح مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في إعادته في هذا الوقت القياسي. أنا مش مصدقة أصلا، مش مصدقة إن ابني اتخطف ورجع في الفترة الصغيرة دي. بجد بنشكر الجهات جميعا، ويعني ربنا يبارك لهم ويخليهم لينا جميعا يا رب، والشرطة فعلا فعلا في خدمة الشعب. لم يقتصر الأمر على إعادة الطفل المختطف الذي يبلغ من العمر 7 سنوات لأحضان أهله، بل نجح فريق البحث المشكل لفك لغز القضية في ضبط الجناة، وهم 3، أحدهم جار لأهل الطفل وعلى علم بثرائه، فخطفه لطلب فدية مستخدما سيارة عليها لوحات معدنية مسروقة لتنفيذ الواقعة. بتطوير مناشده الجار سيء السمعه عرفنا منه مين اللي كان مشترك معاه بالاتفاق معاه ان هو يقوم بخطف الطفل، وعرفنا منه العربيه اللي اجرها واللي ارتكب بها الواقعه، وعرفنا منه الشقه اللي اتفقوا فيها ان هم بعد ما يخلصوا ويطلعوا من المكان وهو يامن خروجهم من المكان ويغير اتجاه الناس اللي كانت بتلاحقهم ان هم يتقابلوا في الشقه دي، وبالفعل اتقابلوا في الشقه دي. وقفت انا فضلت بسلم على الولا وكلمتهم، نزلوا هم بالعربيه شالوا الولا وخدوهم مشوا. خدت عربيه وخدت الولا، هو شاورنا عليه، وخدته انا وواحد صاحبي وديناه بنيوس. رحنا من الزقازيق على بنيوس، خدنا الشقه عند احمد، خدوا طلعوا وانا مشيت انا ومحمود.